يا صباح الخير وصباح الهنا وصباح البطولات، احلى صباح على احلى جمهور، جمهور الاهلي. انا نهوان دسري ومعايا كريم كوجاك زميلي العزيز جدا، وعشرة الصبح في الاهلي. يا صباح الفل. صباح الفل عليكي وصباح الفل على كل مشاهدي قناه نادي الاهلي، وطبعا سعداء جدا بوجودنا مع كل حضراتكم. انتوا دلوقتي بتتابعوا بدايه اول حلقه على الاطلاق من 10 الصبح في الاهلي، البرنامج اللي بنتمنى انه ان شاء الله ينال استحسان ورضا كل حضراتكم، واللي بنتمنى على قد ما ربنا يقدرنا ان احنا فعلا في كل حلقه من حلقاته نقدم لكم كل الحاجات اللي ترضيكم واللي تليق بيكم كجمهور عظيم لنادي عظيم. ده كلام محترم جدا، بس كمان في حاجه او شهاده خليني اقول لازم نعترف بيها كلنا. امبارح كان طبعا الافتتاح بتاع قناتنا كلنا، قناه الاهلي، بس كم الدعم اللي احنا كنا شايفينه من الفيدباكس على تويتر وعلى فيسبوك وعلى كل السوشيال ميديا، حاجه رائعه فعلا. انا كنت كاتبه قبل كده على تويتر هاشتاج انت وسط اهلك، يعني انت بجد مش بتقدم لجمهور غريب عنك، انت بتقدم لجمهور هو عايزك تنجح، هو عايز يدعمك، هو في ظهرك. كمان لو اي تعليق مثلا سلبي كان حد كتبه تلاقي ناس داخله بتدافع عنك. صحيح. فعلا احنا حاسين ان احنا وسط اهلنا، ويا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم كمان، لان دي مسؤوليه كبيره جدا. خلي بالك ان كل قنوات العالم بيبقى لها متابعين، قناه الاهلي ليها عشاء، فالوضع مختلف. صح. تماما وعلى كل الاصعده، وده بيزود من احساسنا بالفخر وبالشرف الحقيقه ان احنا يعني ان شاء الله هنكون موجودين مع كل حضراتكم كل يوم من الاحد للاربع من الساعه 10 صباحا للساعه 12 ظهرا. احنا يمكن امبارح نوهنا سريعا جدا واحنا بنحاول ان احنا نقدم نفسنا لحضراتكم في الحفله ان هيكون عندنا فقرات مختلفه، طبعا ده حقيقي، بس احنا كمان نوهنا عن الهاشتاج. هاشتاج أيوه. زي ما كنا بنقول احنا مهم جدا ان احنا يكون في تفاعل مع حضراتكم، ان ده اساس كل شيء. فاي موضوع، اي اقتراح، اي تعليق حضراتكم هتبقوا عايزين ان احنا نقوله هنا او نتكلم فيه، يا ريت تبعتوا لنا على هاشتاج البرنامج 10 الصبح في الاهلي. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو هيبقى فيه في معظم الحلقات بتاعتنا في البدايه هيكون فيه زي سؤال، زي النهارده مثلا على سبيل المثال احنا عندنا الاهلي هيلاعب الجونه وده هيكون ماتش ودي، فاحنا النهارده سؤالنا تحديدا تتوقعوا النتيجه هتبقى كام وتتوقعوا من هو رجل المباراه، فيا ريت تبتدوا تبعتوا لنا من دلوقتي، وعلى اخر الحلقه ان شاء الله هنعرض كل التعليقات ونشوف كده الناس توقعاتها ايه. وبالمره برضو لو في يعني مساحه كافيه للتوقعات، يا ترى متوقعين مين اللي هيهرس يعني اهداف في مباراه النهارده الماتش الودي بين الاهلي والجونه؟ امبارح كانت الوقت المتاح لينا الى حد ما ضيق، كانت الفقرات كتير قوي والتهاني بسم الله ما شاء الله كتير قوي، فبالتالي ما كانش عندنا انا ونهواند فرصه طويله او كبيره ان احنا ايه نقول اللي في قلبنا قوي، فيعني ممكن نكون عبرنا الى حد ما عن احساسنا بالسعاده لوجودنا مع كل حضراتكم، بس انا ما جاتليش فرصه اقول ان انا سعيد جدا ان انا بشتغل مع نهواند، فرصه عظيمه بالنسبه لي ان انا اربع ايام في الاسبوع زي ما بيقولوا كده باللهجه العاميه المصريه الصبح بهذا الوجه الجميل، وان شاء الله تسعدوا حضراتكم. لا انا سعيده ومتشرفه يا كريم حقيقي، انت اسم كبير ومن زمان، يعني انا كنت اسمع عنك قبل ما ادخل الميديا كمان، فده شرف ليا ان انا اكون معاكم وحضراتكم. طبعا نرجع نقول تاني احنا متشرفين، ويا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم في كل حاجه بنقدمها طبعا ان شاء الله. احنا هيكون معانا بعض المكالمات وهيبقى معانا فقرات النهارده مختلفه، بس حابه اوضح عن فقره معينه لان اعتقد دي مهمه جدا للويكند او العيد، لان العيد خلاص يوم الجمعه. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا كريم. كل سنه وحضراتكم جميعا بصحه وبخير يا رب، ودايما متجمعين على خير. العيد جاي، الاكل كتير، اللحمه كتير، التخن هيبقى ممكن ان هو برده ربنا يسمع مني انت حاله ثانيه. فطبعا الفقرة بتاعت التغذية دي هنسأل فيها بقى كل حاجة خاصة بالفترة اللي جاية، ازاي ناكل يعني ونشبع وكل حاجة بس يبقى شكل صحي، ازاي ما نضرش جسمنا واحنا بنستمتع بالعيد مع اهلنا وبناكل كل حاجة. خلينا ناخد بس على التليفون، وده تليفون يعني انا سعيدة جدا ان دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معانا على التليفون. يا سيادة الوزير صباح الخير على حضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، وعايز ابارك لكم بالبرنامج الجديد وبالتوفيق لحضرتك والاستاذ كريم. متشكرين جدا سياده الوزير، وحقيقي تليفون حضرتك ده يسعدنا. خلينا نعرف من حضرتك، هل امبارح تابعت الافتتاح بتاع قناه الاهلي وراي حضرتك ايه؟ امبارح وان شاء الله تكون فقره جديده للرياضه المصريه والحياه الرياضيه ويعني كل مصر. خليني اروح مع حضرتك برضو النقطه، في مفروض عده مبادرات رياضيه اطلقتها وزاره الشباب والرياضه، عايز اعرف من حضرتك برضو اكتر عن اخرها يا فندم، تطورات فيها. اتفضل. بصوا حضرتك احنا بنشتغل في الرياضه على اكثر من يعني محور، الرياضه والصحه
والرياضه المجتمعيه، واكيد الجزء الثاني هو رياضه البطوله واعداداتها، وده يعني بنعمل فيه مختلف حالات الرياضيه ولكن الاولى المصريه رياضه البطوله وقطاعاتها المختلفه يعني. رائع جدا. القطاعات اللي بتقوم بها الوزاره، اما المبادرات والرياضه الاجتماعيه ففي الحقيقه احنا عندنا مشروع كبير طموح كده اسمه اللياقه والصحه، بيخرج منه تفريعات كثيره جدا. يعني اللي احنا شفناه من مبادره دراستك صحتك احد محاور يعني المفهوم الكبير اللياقه والصحه طبعا، لكن الحمد لله يمكن يعني مبادره موفقه وفي يعني طلب كتير جدا عليها، وده كمان رؤيه احنا عايزين ننشر الدراجه او الدراجات كاسلوب حياه مش بس للرياضه يعني. صحيح لكن اسلوب حياه يعني احنا في اجيال متعاقبه، الدراجه دي بنروح بيها المدرسه بنروح بيها بعد الجامعه بنروح بيها حتى العمل يعني، وده موجود في العالم كله يعني. زائد الجزء الخاص بالصحه واللياقه، زائد كمان الجزء الاقتصادي، لان يعني الدراجه ما تستهلكش يعني زي استهلاك الوسائل. يعني دي احد المبادرات، لكن احنا عندنا مبادرات ثانيه مرتبطه بالمشي ومرتبطه بالجري كمان، مبادرات ان شاء الله بنطلقها في الفتره القليله القادمه عن التغذيه والصحه. فدي كلها حاجات احنا يعني بنكملها الفترات الجايه، بالاضافه الى يعني الحاجات الاخرى الموجوده زي التدريب المجتمعي اللي بيكون في الاحياء على المتنزهات العامه احيانا، دي كلها مبادرات احنا يعني بنكمل فيها الحياه لابعاد الكثيره الرؤيه. تمام. معالي الوزير بعد التحيه وبعد صباح الخير على سعادتك، عايز اسال حضرتك على انعكاسات، طبعا حضرتك ملم بانعكاسات سلبيه كتير لفيروس كورونا، عايزين نسالك على انعكاساتها على الرياضه المصريه بشكل عام، وعايز برضو اسال حضرتك على عوده دوري مراكز الشباب، ايه الاخبار وخصوصا طبعا يمكن ده اول بطوله رسميه بعد قرار عوده النشاط الكروي، فايه اخبار دوري مراكز الشباب؟ ده مظبوط يا استاذ كريم، احنا فعلا ما قبل كورونا كان في انشطه كتير توقفت، من ضمن الانشطه هي نسخه 7 لدوري مراكز. احنا طبعا مع الاجراءات الاحترازيه تتاح اقامه المباريات والمنافسات في كره القدم من 25/7. فده يوم 26/7 يوم سبت او يوم الاحد لنهائي دوري مراكز الشباب. ده ماراثون كان طويل جدا، لكن في الحقيقه كان نموذج جيد، بنقول ادي نهائي كرة قدم اهو، ينفع ان احنا نعمل نهائي منظم، عملنا كل الاجراءات الاحترازيه اللي موجوده، اللاعبين كمان كان يمكن على مستوى عالي جدا من التنافس وكمان الالتزام، حتى اللي جاب جوان يعني كان اجراءاته الاحترازيه موجوده، دخول الفرقتين، الجلوس، التعقيم حتى اللي كان موجود. فيمكن احنا يعني اردنا ان احنا ندي مثال ان الموضوع يعني ممكن يتم اهو الحمد لله، وطبعا بنشكر اكيد اللاعبين وكمان وجود يعني معالي محافظ البحيره ومعالي محافظ الغربيه لوجودهم، وعملناه طبعا نهائي احنا كنا مخططين له اساسا قبل جائحه كورونا في الوادي الجديد، وكنا مجهزين على كده، لكن طبعا احنا بعد الرجوع عملناه في المركز اللي قام بتدريب المنتخبات القوميه في المعادي. رائع جدا. دكتور اشرف صبحي بشكر حضرتك مره ثانيه سياده الوزير، حقيقي اسعدتنا اسعدتنا بهذه المكالمه. الف مبروك وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا سياده الوزير، شكرا لحضرتك. بجد التشجيع، الكلام الحلو بيفرق، يعني انا مبسوطه جدا. والمبادرات كمان بقى لو هنعلق على هذا الخبر، لا المبادرات كتيره جدا، يعني مبادرات سياده الرئيس كمان تحديدا كتيره جدا، ويمكن احنا رايحين لمبادره ثانيه بس هي الهدف منها بقى تخفيف العبء عن المواطن، يعني ازاي ممكن المواطن ان هو الى حد ما الناس تكون حاسه ان الدوله بتهتم بيها، ازاي البني ادم يحس ان كمان المنتج المحلي موجود ومش موجود بس موجود باسعار مخفضه للمواطنين.
مبادرة ما يغلاش عليك دي مبادرة أطلقها سيادة الرئيس، ودي هدفها تشجيع المنتج المحلي وكمان تحفيز الاستهلاك بمشاركة عدد من شركات الترويج الاستهلاكي. زي ما كنا بنقول الهدف من المبادرة توفير السلع الضرورية للمواطنين بس بأسعار مخفضة، وكمان دعم هيكون هنا للمواطن بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية، ده لو اشترى بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة. فأعتقد ده يعني أو دي مبادرة كويسة جدا. احنا دايما كنا دي حاجة محترمة جدا بالزبط. والناس في التوقيت اللي احنا فيه بصفة خاصة، وخصوصا برضو استكمالا اللي كلمنا عن الكورونا وما كورونا، انت عارفة كورونا كان ليها انعكاسات سلبية كتير جدا، مجالات كتير وللأسف في ناس صحيح. كتير فقدت وظائفها، وفي ناس كتير الدخل بتاعها قل بنسبة 50-60 يمكن 80-90% كمان. فدي حاجة في منتهى الاحترام، والناس فعلا في أمس الحاجة دي. أنا شايفة أن المبادرات اللي من النوع ده اللي هي بتحاول أن هي تخفف من العبء على المواطن المصري أعتقد شيء إنساني جدا، ونتمنى طبعا. كمان مزيد من هذه المبادرات. طيب تعالي بقى نروح لي برضو ملهاش حل، مش عارفين نهرب من الكوفيد، ربنا يزيح عننا يا رب إن شاء الله في أسرع وقت. بدنا نروح لآخر أخبار كوفيد 19 في مصر. مصر سجلت آخر الأرقام تحسن ملحوظ الحقيقة في حالات المتعافين، شمل خروج 1007 من المتعافين من فيروس كورونا من المستشفيات امبارح تحديدا، ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى 34838 حاله. طبعا في نفس الوقت تم تسجيل 420 حاله جديده وكمان 46 حاله وفاه، وكده يكون اجمالي العدد اللي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد 92482 حاله، من ضمنهم 34838 حاله الحمد لله رب العالمين تم شفائها، و 4652 حالة وفاة بكل أسف كمان. ودي من الأخبار اللي هي نسبيا لطيفة إيجابية إيجابية يعني الصبح، إحنا عايزين أخبار إيجابية عشان ندي طاقة إيجابية ويعني إيه ضوء أمل كده، ولا بوع الضوء زي ما بيقولوا. في شركات أدوية محلية أعلنت إن هي ستطرح علاج كوفيد 19 خلال أسبوعين، وقالوا إن هم بيقوموا بتصنيع مثيل للدواء الياباني والروسي لعلاج فيروس كورونا، وطبعا يا رب إن شاء الله بنتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين. بص يعني الموضوع ده احنا نتمنى ان هو هيخلص قريب ان شاء الله، انا مش عارفه امتى، بس نتمنى ان هو مش زي ما بيقولوا ان في لسه راوند 2 او يعني لسه في ويف تانية للفيروس، نتمنى ده ما يكونش حقيقي لان احنا استوينا غير اننا استوينا، واستوينا كمان كل واحد معدي يقول لك قولوا، كل واحد بيبذل بدلو في الموضوع، فبلاش فاهمين الحكايه ايه. على كل الاحوال عايزين نستكمل مع حضراتكم تهاني كل محبي وكل عشاء النادي الاهلي. معانا على التليفون النجم الكبير بيومي فؤاد، مساء الفل عليك او صباح الفل على حضرتك، اخبارك ايه؟ صباح الفل النجم، ازي حضرتك؟ منور الدنيا واهلا بيك في النادي الاهلي. اهلا بيك حبيبي. تحب تقول ايه للنادي الاهلي ولقناه النادي الاهلي بعد اعاده الاطلاق والشكل الجديد اللي اتمنى تكون حضرتك تابعته معانا من امبارح؟ التقييم اللي شفناه من التطور اللي حصل للقناه مش جديد لا على مجلس اداره الاهلي العظيم ولا على النادي الكبير. اتمنى من كل قلبي باذن الله انه يعني يحصل رد فعل من كل الناس للقناه، وانا سعيد جدا بمقدمه فعلا. المساله اختلفت كتير جدا، ليك جمهور كبير من الاهلاويه يعني يا استاذنا، ليك محبين كتير يا فندم. الصوره هو يمكن الصوت بس في مشكله استاذ بيومي، حضرتك سمعنا؟ أنا سامع حضرتك. أهلا بحضرتك، أنا نهوان، صباح الخير على حضرتك، ويمكن بس في مشكلة بسيطة في الصوت. كان كريم بيسأل حضرتك، أكيد ليك مشجعين كبير كتير جدا من الأهلاوية، وهو كمان ليه تواجد قوي في المباريات المختلفة. يعني أنت دايما قاسم مشترك في كتير من مباريات الأهلي. جدا جدا، وهو شرف إني بنتمي للبلد الأهلي، وأنا أتمنى بإذن الله إن شاء الله كمان أبقى معاكم قريبا حلقة من الحلقات، نور الدنيا اللي حصل، نور الدنيا كلها، وان شاء الله مزيدا من النجاح. طيب استاذ بيومي، احنا كنا في بدايه الحلقه حضرتك تابعتنا، كنا بنتكلم عن الماتش النهارده الودي ما بين الاهلي والجونه، وكنا بنسال الناس رايكم مين اللي هيفوز والفوز كام ومين رجل المباراه، فحضرتك تتوقع مين النهارده؟ وانا مش عارف انا بس اللي مش سامع ولا ايه، ولا هو الصوت راح ولا ايه؟ طيب مفيش مشكله بتحصل. نشكرك، نورت الدنيا يا فندم، اهلا بيك.
طيب خلينا نروح بقى لحاجه بعد كده، ودي كلمه يا كريم دايما بنسمعها، يقول لك اللي معاه قرش في الايام دي حاول تدور على حاجه تستثمر فيها فلوسك. الدوله حقيقي في الجزئيه دي بتوفر فرص بقى، هنا هنتكلم لتملك الشقق والاراضي بس كمان بالتقسيط. وزاره الاسكان بدات فتح باب الحجز لاراضي الاسكان المتميز ده ضمن طرح 2351 قطعه ارض للمواطنين للحجز بمساحات بتبدا من 194 متر مربع وبتصل ل 2300 متر مربع، والاسباب البقية طبعا زي ما احنا عارفين بتكون للحجز. في موقع طبعا زي ما حضراتكم برضو هتشوفوا هو reservation.com www.hdb-reservation.com للي عايز طبعا مزيد من التفاصيل، لما الناس كتير جدا بتبقى حابة ان هي تدخل كمان تحجز بدري علشان طبعا أسبقية الحجز. بس انا بشوف ان المبادرة زي دي برضو جيدة، لان انت كمان بتتكلم في القضاء على الاسكان العشوائي، وفي نفس الوقت بتشجع ان يكون لكل مواطن زي ما سيادة الرئيس كان بيقول شقة. فمبادرات رائعة، اخبار ايجابية على الصبح يعني. بالظبط، جدا جدا جدا، وخصوصا ان الدولة الحقيقة كان ليها ايادي بيضاء بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وشفنا طبعا اللي حصل مع سكان مناطق كانت يتقال عليها بالمعنى الحرفي مش مجرد عشوائية، مناطق خطر. فالحمد لله رب العالمين، يعني من خلال مبادرات الدولة والسيد رئيس الجمهورية في حياة آدمية بتتقدم على طبق من ذهب لناس كتير في أمس الحاجة بيها ليها وجديرين بيها جدا الحقيقة. طيب كنا بنقول لكم زي ما قلنا يمكن حتى امبارح قلناها، ان احنا في كل حلقة من حلقات البرنامج لازم بطبيعة الحال نبص بصة ونطلع على فروع النادي الأهلي المختلفة من خلال شبكة المراسلين بتوعنا عشان نعرف ايه اللي بيحصل سواء جوه النادي او حتى براه وما حول النادي. تعالوا نروح مقر النادي الاهلي في الجزيره، معانا مراسلنا العزيز شريف شعبان، هنعرف منه اجواء النادي عامله ازاي، ويا ترى ايه اخبار الحاله المروريه عشان اللي من حضراتكم رايح النادي يعرف الدنيا ماشيه ازاي، ونعرف كمان المحاور المروريه المختلفه والطرق سالكه ولا الدنيا زحمه ولا ايه الاخبار. يا شريف صباح الفل، اهلا بيك. صباح الخير، اهلا بيك، تحياتي ليك كريم، تحياتي لنهاوند وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. صباح الخير، صباح الحيويه، صباح النشاط، صباح النادي الاهلي في كل مكان. 10 الصبح في الاهلي، يمكن الكل سعيد بافتتاح القناه بالامس، يا رب باذن الله كده يكون اللي جاي كله اعياد، يكون اللي جاي كله انتصارات للنادي الاهلي، ويتوج هذا الافتتاح العظيم امبارح بفوز النادي الاهلي ببطوله الدوري والبطوله الافريقيه البطوله التاسعه باذن الله. جميل. طيب بالنسبه بقى للحضور، يعني قبل ما ندخل في تفاصيل التدريبات وايه اللي بيجرى على صعيد الفرق المختلفه للنادي الاهلي، على صعيد الاعضاء الدنيا ماشيه ازاي في ظل اجواء الكورونا؟ انا كنت من كام يوم احنا والنهواند رحنا فرع النادي في الشيخ زايد، انا شخصيا استمتعت جدا بوجود مجموعه من السيدات الفضليات، ناس كبار في السن قاعدين بيشربوا مشروبات حلوه كده وبتاع، وفي اجواء لطيفه. فالنهارده الجو عندكم عامل ازاي؟ هنا الجو يمكن مشمس، يعني مشمس شويه بس الجو ظريف، يمكن النادي بالزحمه لسه الصبح لسه بدري، الساعه 10 وربع لسه الدنيا مش بالزحمه، ولكن هنا الاجراءات الاحترازيه في النادي الاهلي شديده قويه جدا، من اول البوابه قياس الحراره مع الامن النادي، وبعد كده جهاز الحراره ثاني باليد، وبعد كده جهاز تعقيم، وهنا ممنوع تتحرك جوه النادي او تقعد في النادي من غير كمامه، يمكن تعليمات واضحه وصريحه، ممنوع منعا باتا اي حد يتحرك جوه النادي او يقعد جوه النادي من غير كمامه، يمكن تعليمات طبعا المدير التنفيذي العميد محمد مرجان ومدير الفرع الاستاذ خالد مرسي. يمكن هنا الاعضاء يمكن ملتزمه جدا بهذه يعني التعليمات الصارمه جدا لمصلحتهم ولصحتهم، ولكن تباعا على مدار اليوم بتلاقي النادي يمكن من الساعه 4 العصر يبدا الاعضاء يمكن تيجي مثلا بعدد كبير شويه علشان خاطر يكون الجو كمان يعني درجه حرارته خفت شويه. خليني كمان اقول لك يمكن انا مثلا ساكن في وسط البلد، لو هتتكلم على السيوله المروريه يمكن شارع القصر العيني مرورا بكوبري قصر النيل لحد وصولي للنادي ما خدتش مثلا حوالي 5 دقائق او 7 دقائق بالظبط، يمكن السيوله المروريه كانت كويسه جدا من المانيا لحد النادي الاهلي. فبدعو كل الاعضاء النادي الاهلي اللي عاوز ينزل يتشجع وينزل لشارع قصر العيني، ما شاء الله يمكن الدنيا فيه سله مروريه كبيره جدا، كوبري قصر النيل، الجزيره، الدنيا كويسه الحمد لله، ما فيش زحمه خالص بعد الانشاءات، بعد الكباري اللي بتعمل في جمهوريه مصر العربيه، ما شاء الله عامله سيوله مروريه كبيره جدا. اتكلم معاك بقى على يوم النهارده، اليوم الرياضي يا كريم ولا؟ يعني يا شريف عايزين نعرف الاول صباح الخير عليك طبعا، وعايزين نعرف منك كده ان النهارده طبعا الماتش الودي، عايزين نعرف منك الاجواء الدنيا ماشيه ازاي، خلينا نعرف. طبعا بصبح عليكي نهاوندي، طبعا خليني زي النهارده
يمكن في مباراه وديه الساعه 5 الاهلي مع فريق الجونه استعدادا لاستكمال مسابقه الدوري الممتاز ومسابقه كاس مصر والبطوله الافريقيه. يمكن الاهلي لعب مباراه وديه من كام يوم مع سموحه فاز فيها باربع اهداف مقابل لا شيء، ومن قبلها كان عامل تقسيمه ما بين فريقي النادي الاهلي يمكن انتهت بالتعادل على ما اظن. النهارده التجربه الثالثه والثانيه في المباريات الوديه. يمكن فايلر ما طلبش غير مباراتين فقط لا غير بجانب التقسيمه اللي عملها مع الفريق ذات نفسه، قسمهم لفريقين يمكن استعدادا طبعا لمباراه انبي اللي هتكون يوم 9 اغسطس المقبل باذن الله. زي ما احنا عارفين الاهلي فارق جامد جدا في الدوري الممتاز، يمكن احنا عين الجماهير كلها وكل الجماهير بتترقب مباراه الاهلي والوداد المغربي، هتكون ذهاب واياب، هيكون مباراه في المغرب ومباراه في القاهره. الاتحاد الافريقي كان من فتره قال مباراه واحده في دوله الكاميرون ورجع في كلامه تاني، وكان في توصيه الفتره الاخيره ان يرجع تاني على النظام القديم، مباراه رايح ومباراه جاي. الى الان لسه يمكن ما اتخذش قرار رسمي، ولكن هو الاقرب الى الان مباراتين، مباراه في المغرب ومباراه في القاهره باذن الله. دعواتنا ودعوات كل الاهلاويه ان الاهلي باذن الله يتوج باللقب التاسع. يمكن على مختلف او صعيد الالعاب الاخرى، يمكن الفولي، اليد، الباسكت، كله بيستعد لاستكمال الموسم، التمرينات شغاله على قدم وساق هنا في النادي الاهلي. يمكن الالتزام بكل التعليمات القادمه من وزاره الصحه او من الاتحادات الاهليه او الاتحاد اللي بيختص كل لعبه في تنفيذ الاجراءات الاحترازيه، اذا كان يتمرن ما يتمرنش جوه صاله مغطاه ويتمرن في ملعب مفتوح، فالاهلي بينقل تمريناته لملاعب مدينه نصر المفتوحه طبعا، او بيتمرن لو بيعمل تمرينات لياقه بدنيه بيتمرنها طبعا في ملعب التتش. دي كانت اخبارنا اللي بتخص النادي الاهلي على مدار اليوم. باذن الله يكون يوم جميل لاعضاء النادي الاهلي، باذن الله يكون اللي جاي كله انتصارات للنادي الاهلي باذن الله. يا شريف نشكرك جدا، مراسلنا شريف شعبان شكرا ليك، كل التوفيق ان شاء الله طبعا للاهلي. اظن خدنا معلومات وافيه وكافيه. تعالوا بقى نروح لمنطقه ثانيه خالص، هنتكلم دلوقتي عن سانت كاترين. اللي من حضراتكم راح سانت كاترين اكيد عارف كم الجمال اللي هناك عامل ازاي. سانت كاترين من الاماكن السياحيه المصريه المعروفه جدا حول العالم، مش بس معروفه عشان جوها وبحرها وشواطئها والغوص والصيد وما الى ذلك، لكن كمان معروفه برياضه تسلق الجبال، ودي من الهوايات الصعبه جدا، لكن يقال ان هي من الهوايات الممتعه في نفس الوقت. قريب هنجربها معاكم ان شاء الله، ونروح وتكون معانا كاميرا البرنامج عشان نخوض مغامره تسلق الجبال. تعالوا نشوف معلومات على الماشي كده وفيديو عن تسلق الجبال في سانت كاترين. اتفضل. هنروح لأول فاصل في البرنامج ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا.